الظاهر نزل بكير، أكيد بيكون راح المستشفى. صحة وهنا؟ صحة يا قلبي. حلو. ايه شو الحكي؟ كيف انضرب؟ ماشي ماشي ماشي. خير؟ هلا انا اسف مضطر اروح على المستشفى، في جهاز الاشياء انضرب فلازم اعطيه. فداك بس ما في نزلي، احنا اتفقنا نقضيها اليوم مع بعض حلوان الصلح. بس انا صح لولو؟ ماشي اصبح خليني اتصل فيهم لانه شو يعمل. اوكي. حتى بالمستشفى سيارته مو موجوده. وين بده يكون يعني؟ مشان اخذ لك صوره راح تعبني يا عماد. بس مو مشكله، راح اقلب الدنيا لبين ما الاقيك. معقول أنا وصل لهون؟ معقول وحدة مثلي كل شباب البلد بتمنوا إشارة منا توصل لدرجة إنها تشتري العواطف في المصاري؟ خلاص اللي صار صار، أنا حبيت هيثم ومستعدة أعمل أي شيء يحمي حبي. المهم هلأ أبقى على الطريق السليم وما أغلط أي غلطة. تفضل. أنا بعتقد إنه ميادة حاطة عين عليك. وأنت شو اللي خلاكي تحكي هالحكي؟ ما بعرف، مبارح وأنت طلعت مع هيام حسيت ممكن تغير وشها شوي. كيف يعني؟ يعني الغيرة بينت عليها. ليش عم تضحك؟ الظاهر إنه مو بس هيام ملاحظة، كل الناس ملاحظة. المهم أنت مين بدك؟ بدي اياكي ترتاحي وتنامي لانه بكره عمليتك. كل حال ما رح اخسر شيء اذا جربت.
انت واخوكي سبب عقدتي بهالدنيا، ما حدا تعبني غيركم. طيب ارتاحي ماما، نحن كبرنا بنقدر ندبر حالنا. شوفوا مين عم يحكي، انت بالذات حبيبتي سبب مشاكل كل هالبيت. مو معقوله ماما، كل ما بقعد معك بتحكي معي نفس الحكي. لحتى تشوفيني قديش تعبانه يا ماما. شرفي هاي صارت ساعه وحده واخوكي لهلا ما شرف. مو قال لك سهران مع رفقاته خلي لك؟ والله همك وهم اخوكي بده يضل لاحقني لموت انا. عيد الشر. أهلاً يا هلا. لك انت شو عم تحكي؟ معقول أنا اتضايق منك؟ صار لي ساعة عم حاول نام ما عم بقدر. قلت لحالي بلكي إذا سمعت صوتك بقدر نام. لا كلهم نايمين. أحياناً بحس إنه جاي على بالي أقول لك كل شي بقلبي. إني أقول لك قديشني بحبك. وإني بتمني الساعة اللي تصير ونقعد فيها مع بعض بنفس البيت لطول العمر. بس بعدين بقول لحالي يعني العمر له حق. ولازم احتفظ بمشاعري. مو من حقك تخفي مشاعرك بقلبك. مو بجوز كون انا بحاجه اسمعها. طبعا بنبسط. بعدين انت مانك عجوز لهالدرجه مثل ما انت عم تتصور. اي صحيح ماني عجوز، بس يعني بتقدري تقولي نصف كهل، بينما انت زهره مفتحه باول عمرها. صدقيني انت حسستيني بوجودي بعد ما نسيت حالي بسبب الظروف القاسيه اللي مريت فيها. يعني نسيت اني انا رجل ولي قلب ومشاعر وبحب. غريب ما بعرف مين اجى بهالوقت عم يدق الباب. طيب حبيبي رح سكر هلا وبعدها شو دقيقة برجع بتصل فيك. عجيبة، وين راح؟ معقول ليكم طلبوه على المستشفى مشان عملية سريعة؟
لو سمحتي دكتور عماد موجود؟ يعني ما اجى ابدا؟ طيب شكرا. الساعة 4 مستحيل انزل هلا. شب مثلك رح يصير دكتور بعد سنة وبتتصرف هيك؟ الآن يا ميادة الآن. ما في داعي هيثم، العملية كتير بسيطة، أنا واثقة أنها رح تنجح. يا رب. ما كنت بعرف أنك عصبي هيك. طمنا دكتور. الحمد لله نجحت العملية. طمنت هلا؟ الحمد لله. الحمد لله. يبدو انه صار في خناقة قوية بين المغدور والقاتل. واضح سيدي. خلصتوا اخ الصور؟ خالصين سيدي. يا شباب في حدا منكم شاف شيء بخصوص الجريمة؟ أنا سيدي. لا يا أبي. شو شفت؟ الصبح وأنا راجع من الفرن شفت صبية طالعة من البناية وعم تركض كأنها عاملة شيء. عرفت شيء؟ لا. بتقديرك هاي البنت بتقرب للمغدور شيء؟ ما بعرف، عمري ما شفتها قبل اليوم. علي. نعم سيدي. تفضل شو سمحتوا. يا حرام والله ما بدي اعرف. بس تخلصوا الحقونا، تعال معي. حاضر سيدي. لا شبك يا ماما؟ ما في شيء ماما. شو في حبيبتي؟ شو صاير؟ ما في شيء. انت مو طبيعيه. ماما خلص تعبانه شوي، ما بعرف شو بدي. قولي لي لشوف، عملتي حادث بالسياره؟ يعني حضرتك ما التقيت بالدكتور نهائيا بعد ما رجعت من الزبداني؟ كيف بدنا نلتقي؟ احنا رجعنا المساء. طيب مين بتشكي يكون عامل هيك جريمة؟ ما بعرف. عماد ما كان له أعداء إطلاقا، بالعكس كل الناس كانت تحبه وتقدره. يعني كانت أخلاقه عالية ما هيك؟ كتير. مدام أمل واحد من الجيران شاف صبية طالعة من عندهم البناية، برأيك في عنده هيك علاقات جانبية؟
ما بعرف. ولا مرة شكيتي بأنه ممكن تكون عنده هيك علاقات؟ بلا. عظيم كتير. أنا هتفضل أحكي لي القصة من أولها. شو عم تقول؟ اليوم قتل دكتور عماد؟ الله يرحمه. ما زين. لا تزعل مني بس لا تكون أنت رامي شو دخلني أنا بهالقصة؟ شو عم تقول لي أنت؟ بعرف بعرف ما دخلك بس أنا عم بقول لحالي لكن امبارح طلع بدون ما حدا يحس عليك. لا لا أخي لا تقول لحالك. طيب مازن امبارح ليش ما صرت مع الشباب؟ امبارح طلعت مشوار مع ألان بعدين جيت لهون وفت على الأوضة وعملت أجواء هيك. خلص خلص فهمت عليك بس المهم الشباب وينهم؟ ماني شايفهم. الشباب نزلوا قاعدين يكتشفوا البلد. الله يمرها الأيام على خير. It seems to me our friend isn't entirely ready to our visit. What about going back to our countries immediately? I thought you're more interested in this visit. That's right. But Mazen told me yesterday about a couple of things that turned his life upside down lately. You're our leader. When do you want us to leave? Tomorrow. Or maximum day after tomorrow. But we haven't yet managed to get enough friends here. No problem. We'll manage next time. Regina, be careful. Don't fall in love with Mazen because he hasn't reached the right level yet. Are we going to have a farewell party as usual? Yes. Guys, let us sing. Come on! Exactly do you want to say? Imad has been killed. Great. Isn't this what you wanted? Yes. But tell me how he was killed. Ask yourself. You must have communicated very well with this fear of happiness. I fear becoming a suspect in the eyes of a policeman. No. Nobody would suspect you since you didn't kill him. And what about you? What do you have to do with it? Listen, Mazen. The problem existed between you and him. And you interacted very well with the sphere of happiness to drive him away.
So don't try to get us involved in this matter. Understand? This puts my heart at ease. It's so important that none of us would be involved in this crime, okay? Don't worry. The happiness sphere doesn't let its followers down. يعني كنتي ناوية تتجوزي عماد من غير ما تخبرينا؟ لو خبرتكم ما كنت وافقتوا. يعني إذا ما وافقنا تتجوزي بهالطريقة هي؟ يا ماما خلص الرجال راح. راح يعني هالحكي ما له لزوم. شلون ما له لزوم؟ فهميني. الصبح كنتي بدك تهربي مع رجال غريب، وبعد شوي قلتي انقتل، وهلا عم تتهمي أخوكي. أنت شو صاير لك؟ يا ماما مشان الله بوسي إيديكي ما عاد قادرة أتحمل. إن شاء الله عمرك ما تتحملي. أصلاً أنت سبب كل المصايب بهالعيلة. مرحبا مدام. أهلا وسهلا. لو سمحتي ممكن تدعينا الآن هلا؟ مين بده إياها؟ نحن من الأمن الجنائي. نعم أنا هلا. تفضلي معنا. لوين بدنا تروح معكم؟ لا تخافي يا مدام، سيادة المحقق بدي أسألنا سؤالين ما أقدر. بس فهموني شو عم لو سمحتي يا مدام. ماما ماما ما تخافي. لو سمحتي خليني أجي معكم. لو سمحتي بفهم من كلامك انك ليلة الجريمة قضيتيها بغرفتك. ايه. في حدا من اهلك بينام معك؟ لا. طيب. احكي لو سمحت شو علاقتك مع المغدور؟ تاني يوم الصبح كنا ناويين نتزوج. في حدا من اهلك كان معرض لزواجكم؟ ما كنت مخبرة حدا. ايوه. يعني كنت ناوي تتزوجي بالسر؟ لا. بس بدون موافقة اهلي. ليش؟ لأنه ما كانوا رح يوافقوا. هن بيعتبروا السبب بموت أخي يامن. أنت متأكدة إنه ما حدا منهم معرض لزواجك؟ طبعاً. حكى لك المرحوم شي مرة عن خلافات، عن سوء تفاهم بينه وبين أي حدا تاني؟ لا. إيه بلا. حكى لي عن خلافاته مع أخت مرته المتوفية. مدام أمل؟ طيب شو حكى لك بالضبط؟ قال انه هي عم بتمارس عليه ضغط قاتل، بس هو مضطر يتحملها مشان بنته لبنى. كلمة قاتل هو حكى لك اياها ولا من عندك هي؟ لا المرحوم قالها. طيب. انسي هلا بدك تحكي لي هلا وتتذكري كل شيء حكى لك اياه دكتور بخصوص امل، ممكن؟ حاضر. هاي ليه ماما؟ خير شو بكي؟ أخذوا أختك. مين أخذها؟ الشرطة. شو؟ من وقت ما رجع أيمن على البلد وهو نغص علي حياتي، بحس هالقصة ما رح تنتهي على خير. لا لا لا، أنت هدي حالك واحكي كل شيء بدك إياه. بس بصراحة أنا حابب أسمع المشكلة منك أنت بالذات. ما في شيء مهم أقول لك إياه. يعني هو رجع على البلد وليل بنهار تليفونات وعم يلحق لي وين ما عم روح وين ما عم بيجي يهلكني. طيب هو كيف عرف بعلاقتنا؟ انا قلت له، فكرت اذا بقول له انه انا مرتبطه بشخص ثاني بيحل عني. يعني بعتبر هذا الكلام هو موافق على ارتباطنا؟ هلا ما وقت نتذاكر على بعض. طيب انا عندي الحل. شو رايك نتجوز فورا وخليه يروح يبلط البحر؟ ايوه مشان نكون بقصه نصير بمية قصه. كيف يعني؟ يعني بتعتقد انه ابي رح يوافق على زواجنا؟ وين المشكلة؟ المشكلة انه انت اللي خبرت عن يامي ولا نسيت؟ Thank you.
خير خير، شو صاير عندكم؟ بكير، ليش معذب حالك؟ طيب ليش ما اتصلتوا فيني أول ما صارت القصة؟ لأني متأكدة من صدق عواطفك تجاهنا. لك أنت ما أخذتي درس لهلأ بعد كل شيء صار معكم؟ فعلاً أولادك ما بنلاموا، شو ما عملوا مدام هي تربيتك؟ يا سلام، ما بي علينا غير عمك الفهيم المثقف يعلمنا أصول التربية. صحيح أنا مدرس مثلك مثل زوجك، بس على القليل فهمان الحياة صح. يا ما قلتلك أنت بدر، العلم ما هو القيمة الوحيدة بهالدنيا، ما كنتوا تسمعوا مني. فرقتوا بين بنتين توم متشابهتين بكل شيء بس لأنه واحدة حبت الدراسة أكثر من الثانية. ابنكم الكبير خربتوا حياته بهيك جو مبوء خالي من كل القيم الإنسانية باستثناء العلم. خلصت حكيك؟ أنا ما كنت جاي أحكي، أنا جيت لأفهم القصة حتى نحاول نحلها سوا. لا والله فيك الخير ونحن متشكرين كتير، تفضل من غير مطرود. شايفة عمك جاي يشمت فينا، أكيد عجوز النحسية اللي بعدته. أكيد. هلا معقول توصل فيه إنه يخترع هيك قصص من عقله؟ لا، بس جوزي إحسان الله يرحمه كان ياخد أي قصة بتصير معنا ويفسر على كيفه. مثلاً؟ مثلاً قصة الحادث اللي حضرتك حكيت عنه. بالفعل يومها كنا بالمزرعة وكنا متخانقين، ونحن نازلين على الطريق اضطريت انا اللي سوق لانه كان مريض ومحموم. عم نتخانق، كنت رح اعمل حادث، حلفت له 100 يمين انه مو قصدي، ما كان يصدقني وما اقتنع. وغيره شو في كمان؟ شو بدي احكي لك، كثير من هالقصص بداياتها شيء واقعي ونهاياتها من خيال احسان. بس عفوا، شو علاقة هيك قصه بقتل الدكتور عماد؟ مدام امل، ليله الحادث وين كنتي؟ كنت نايمة بالبيت. لوحدك؟ لا، كنت أنا ولبنى والخدامة. بنفس الأوضة؟ طبعاً لا. مدام أمل أنا كثير آسف، بدي أوقفك كم يوم على ذمة التحقيق. أنت مين قال لك إنه الدكتور عماد انقتل؟ قريت ورقة النعوة تبعه. طيب وكيف عرفت إنه هلا هي اللي انتهمت بقتله؟ شو القصة عم تحققي معي كأنه؟ لا بس انا حابه اطمن، خايفه تكون انت اللي. انا شو يعني؟ شو قصدك؟ قولي لي شو قصدك. يا ايمن يا حبيبي، انت هددت هلا قدامي. اذا انت عم تقولي هيك معناتها هلا طبيعي انه تتهمني، معناتها حيلا شعوري يا سجن، حيلا شعوري يا سجن. طول بالك يا عملك، طول بالك يا حبيبي، طول بالك. انت مستحيل يكون لك علاقه. على بالك، على بالك حبيبي. مازن له علاقة بالجريمة، أكيد ما هو عاملها بإيده، بس 100% بعد حدا. هو أكثر من راح كان يعنيته بالانتقام، وبالأخير ضرب ضربته وحطه بظهر. هلا أنا لازم أضغط عليه حتى يعترف، بس إذا واجهته أكيد راح يكذب وينكر. أحسن شيء بين قدامه طبيعي لآخر درجة، وكأنه الأمر ما بيهمني نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. شوي شوي بستدرجه بالحديث حتى يعترف. ألو، أهلين خالي أم يامن. ماما أنت شو عم تحكي؟ مو ناقص غير تقولي لي إنه أنت القاتل. طب فهمني، أنت وين كنت امبارح؟ قلت لك كنت بالمزرعة مع رفقاتي، وإذا بدك تروحي تتأكدي امشي روحي معي هلا. كيف بدي أتأكد؟ قبل شوي أنا حكيت مع رامي. شو؟ شو قال لك؟ قال ما كان سهران معك. ايه مزبوط، هو ما كان معي بنفس الأوضة، بس كان موجود بالمزرعة. إن شاء الله يكون كلامك مزبوط يا مازن. هلا معقول يعني هلا تورطني مشان تنقذ حالة؟ هلا ما عملت شي لحتى تورطك، أنا اللي سهرانة طول الليل ناطرتك، هلا لا راحت ولا إجت. طيب المحامي شو قالكن؟ التحية بأول وما قدر يعمل شي، لكنها رح جن، لسا ما بنطلع من الفضيحة بتطلع الثانية. أمي بلا طلتش حكي، الله يوفقك، أنا لسا مالي علاقة فيها بنوبها. ما بعرف مازن ضيعني، انا ما عم بفهم شو فيه.
اللي شو صاير؟ خلاص اخي انسى الموضوع، انسى هاي قصه تافهه، لا تشغل حالك فيها. لك لسه باللي تافهه، امك شاكه انه لك علاقه بقتل عماد. رامي انت اكثر واحد بتعرف انه انا بريء من هذا الموضوع، كل القصه ما فيها اني تفاعلت مع عقل السعاده بعدين صار اللي صار. لك حاجه مسخره، هذا الحكي كله جنان بجنان. هذا رايك بس انا واثق منه 100% خصوصا بعد ما جربته. لسه باللي نظريه، هلا من كل عقلك تقول نظريه. لك يا اخي طبعا نظريه. رامي انا هلا مو قادر اناقشك لاني تعبان كثير، بعدين جوعان ما بتاكلك لقمتين. خلصني امشي. أنا ما قلت لك بالأول إنه مياد عم تحاول تنصب شباكة عليه؟ يا ستي الله يهنيهم ببعض، بكرة بس يعرفها على حقيقتها بده يعض أصابيعه. معناتها أنت ما بتحبي هيثم؟ ما بحبه؟ ليش أنا يا غادة اللي تركت هيثم وحولت على جهة ثانية؟ لهلا ما حدا منكم ترك الثاني وحول. أنا لهيك عم قلك إذا كنتي فعلا بتحبيه لهيثم لازم توقفي جنبه وتخلصيه من التجربة القاسية. صعب، ما بقدر، كرامتي ما بتسمح لي. غادة عم تفهميني؟ هيام انت وهيثم بتحبوا بعض من زمان، حرام تخلوا واحدة مثل ميادة تفرقكم عن بعض وتهدم حبكم بكل بساطة. إذا كانت قادرة تعمل هيك فعلا فمعناته اللي بيناتنا ما كان اسمه حب. بالعكس اللي بيناتكم هو الحب، حب كبير كتير. بس ميادة داهية انت ما بتعرفيها يا ستي. أنا واثقة 100% لما رح تشوفكم تركتوا بعض رح تترك هيثم فورا، مو بس هيك وحياتك ما رح تلتفت له مرة تانية. لك يا ربي دخيلك، منين طلعت لي هي؟ منين طلعت لي هي؟ لك انا بعمري ما تقطع. هلا منين طلعت؟ كيف دخلت بحياتكم؟ ما لنا علاقه، المهم انك تنقذي حبك باي طريقه. غريب لهلا ما اجت مياده. كيفك خالي؟ طمني. توقعتك تجي مبارح. وأنا فعلاً أجيت مبارح وطمنت على خالي من الدكتور. أنا طول النهار مبارح هون، كيف ما شفتك؟ بجوز لأنه كنت مشغول مع رفيقك أو هيك شي ما بعرف. أي رفيق؟ رفيقك اللي كنت واقف معه مبارح ومسك لك إيدك، ما بعرف. مستحيل يطلعوها قبل ما يتهموا واحد تاني. Try to convince Alan to stay here, and I promise to bring you this food every day. If I'm the only one who stays here, would you do this for me? Of course I will, of course. Regina, we have come here together and we would go back together. It was only a joke. Never mind. But I don't like such jokes. Mr. Alan, I wish you could consider staying here for a few more days. I am delighted to have you here. Shukran, Mazen. So we are. But your circumstances together with our circumstances have become slightly complicated. You have to spread your new way of thinking as much as possible. Mazen, listen to me very well. Happiness is a gift of God, so nobody must be deprived of it. Understand? سمعتنا صارت بالأرض، كل يوم والتاني فضيحة جديدة. أول شي تيتا ما خلت حدا ما حكت له عن بابي، وبعدين مشكلة يامين، وهلأ فضيحة الست هلا. أنا شو ذنبي أتحمل فضايح العيلة كلها؟ خلصنا يا ميادة خلصنا، هلأ ما كل ساعة والتاني تفتحي لي نفس السيرة. أنا تعبت
وبصراحة عم فكر خبر بابي بركي بيجي بيحط حد لهالمهازل كلها. شو؟ جنتي؟ أبوكي ناقصه؟ يعني شو نقعد هيك نستنى الفضيحة الجديدة مثلا؟ قلتلي خلص أنا ما عدت قادرة أتحمل. لا تردي أنا برد. ألو نعم. أهلا. إيه موجودة مين بده إياها؟ لحظة لو سمحت. واحد اسمه هيثم. ألو؟ أهلين هيثم، كيفك؟ تمام. كيف طنط طمني عنه؟ إيه ممتاز. اتفقنا. بكرة إن شاء الله. أوكي. باي باي، باي باي. من هذا كمان؟ زميلي بالكلية ماما. بعرف زميلك، شو بده؟ شو بكي ماما؟ نسيتي كل مشاكلنا وبدك تعرفي زميلي بالكلية شو بده يعني هلا؟ ما بدي أعرف شيء. هلا شوفي أنا صرت بعرف كل شيء، هلا بدي أعرف مين اللي خبر عن يامن، أنت ولا عماد؟ عم بقول لك مين اللي خبر عن يامن؟ أنت ولا عماد؟ ما قلت لك القصة واضحة، هي خبرت حبيب القلب وهو بشهادته خبر الشرطة. هذا الحكي مزبوط ولا لا؟ ما فيك تجاوبي. ماشي، على كل حال أنا هلا حكيت مع عمار وعرفت كل شيء، هلا بدي أفهم اللي حكيته مليانة صح ولا لا؟ لا صحيح. تعمل! اعمل بعيونك موقعك! لك وصل بيتك! هدي حالك، هدي حالك! ليك ليك وبالعين تبكي كمان! لازم أحصر كل معارفه وأصدقائه وأدرس وضعهم واحد واحد بالتفصيل حتى أعرف الحقيقة. يا أما يكون مازن صادق بكل كلمة قالها، وبهيك حالة رح يكون توقيت الجريمة مع حقل السعادة مجرد صدفة. على كل إن هلأ صرت بقدر أحكي معه بعد ما أخلص من هالمجانين، بس أهم شيء ما خليه يشك بشيء ابدا ولا صعد الموقف بيني وبينه. تفضل ابي. خير انسي هلا. انا طلبتي مقابلتي بسرعه. ايه حبيت اطمن شو صار معكم. نعم. بس كنت بدي اقول لك انه انا بريئة وانه انا تعبت قبل شوي جانا تقرير خبير البصمات. وما في غير بصماتك هي الغريبة. هذا من حسن حظي. هلا انت جيت لعندي لهون لتحكي شيء جديد؟ ما في شيء مهم لك. بس أنا اللي بحدد إذا كان في شيء مهم ولا ما له مهم. تفضل احكي. ما في شيء. تحرى على راحتك. ربيع طال عمرك. وليش مستغرب كل هالقد؟ لا ماني مستغرب، بس هي أول مرة بعرف إنه عندك أخت توأم. لا توأم بالشكل بس، أما الجوهر مختلف تماماً. أنا برأيي لا تظلميها، بجوز تكون بريئة. أي أنا متأكدة من براءتها، أكيد طبعاً. طالما متأكدة من براءتها لازم توقفي معها، مو تكوني أنت والظروف ضدها. المشكلة هي اللي جابت هالظروف علينا وعلى حالها. كل واحد فينا بيغلط،
انت فيكي تقولي لي انك ما غلطتي بحياتك؟ ايه بس غلطه عن غلطه بتفرق. الانسان لازم يفكر منيح قبل ما يخطي اي خطوه حتى ما يحط حاله بموضع شبهات. اكيد ما في شك، بس برجع وبقول لك حياتنا مو برنامج كمبيوتر ماشي وفق نظام محدد ما فينا نحيد عنه. قصدي مشاعرنا واحاسيسنا وجوانب من حياتنا ممكن تحيدنا بحسن نيه عن البرنامج اللي اخترناه. لا لا لا، انا مو معك ابدا بهذا الكلام. من حق اي واحد يبدل برنامجه اذا لقى برنامج اهم واحسن وادق. اذا ما عمل هيك بيكون غبي، مستحيل يتطور بحياته. لذلك الواحد لازم يدقق منيح باختياراته وما يلحق اي شيء بدافع العاطفه وحده. كل الاحوال انا تاخرت وصار لازم امشي. منقوم تفضلي. يلا يلا.